وقفت مضيفتان في المطبخ تبتسمان لبعضهما البعض بينما تستعد الطائرة للإقلاع. عادة ما يكون هذا وقتا حافلا، إذ يتعين عليهن إدخال الركاب وإرشادهم إلى مقاعدهم. ومع ذلك إنه وقت للمرح، لأن رحلة هذه المرة رحلة أشباح، أي خالية من الركاب. إذا تساءلت يوما عن المخالفات التي قد يفعلها أفراد الطاقم في الرحلات الخالية، فأنت على وشك معرفة ذلك. أخذت كل منهما صينية تقديم، ليس لإعداد أو تقديم الطعام، وتوجهت كل منهما إلى ممر مختلف. حان وقت ركمجة في ممر الطائرة. تدور المحركات بينما تنطلق الطائرة من صالة الوصول إلى بداية المدرج المخصص لها. تضع المضيفتان الصينيتين على الأرض وتقفان عليهما. تتشبث كل منهما بأحد المقاعد في انتظار إقلاع الطائرة. تضحك المضيفتان بينما تتسارع الطائرة. وفي وقت قصير تندفع الطائرة بسرعة على المدرج. عندما ترتفع في الهواء تميل من الداخل، فتترك المضيفتان المقاعد، ومع استمرار تزايد سرعة الطائرة تزداد سرعتهما أيضا، فتنزلقان في الممر. تتوقف حركة المضيفة الأولى عند الصف الثامن، بينما تستمر الثانية حتى نهاية الممر. رقم قياسي لها، الانتصار أمر رائع. مع أن هذا يبدو مبالغا فيه، إلا أنه وفقا لمدرب السلامة في منتدى كورا للسفر، فإن ركمجة في ممرات الطائرات أمر حقيقي. قد يتخذ ضعاف القلوب الخيار الأسهل بالجلوس على الصينيات بدلا من الوقوف. يمكن إطلاق العنان لخيالك لتخيل الأشياء الممنوعة التي قد يفعلونها، المشي في الرواق، الانزلاق مع العربة في الممر، القفز وغيرها. قد يحضرون مع زملائهم سينما جوية أو ملهى ليليا أو حفلات كاريوكي على متن الطائرة. إذا كنت مضيفة طيران ويريد طاقمك الاحتفال، عليك اختيار أغنية على شاشة المقعد وحمل ميكروفون نداء. ها هم زملاؤك ينتظرون، لا يوجد ركاب حولك لمشاهدة رقصك، يمكنك فعل أي شيء، حدودك هي عنان السماء. سجل أحد أفراد الطاقم مقطعا رائجا أثناء الغناء في ممر طائرة خالية. شاهد الملايين هذا المقطع الطريف والغريب. من المؤسف عدم وجود ركاب حينها، كان ذلك سيكون ممتعا للغاية. قال بعضهم أيضا إنهم تناولوا طعاما مخصصا للركاب، ومع ذلك فإن أي شخص يعترف بفعلته أو يضبط أثناءها قد يفصل فورا، حتى إذا حقق رقما قياسيا جديدا في الركمجة. قد تتساءل عن سبب رحلات الأشباح في الأساس. هناك الكثير من الأسباب. في أوروبا ينبغي على شركات الطيران الوفاء بالتزاماتها ومواصلة الرحلات حتى لو لم يكن هناك ركاب على متنها. توجد تشريعات مماثلة في الولايات المتحدة. توجد فواصل زمنية تسمح للطائرات بالإقلاع والهبوط، وتعتمد المفوضية الأوروبية قاعدة استخدمها أو افقدها. إذا لم تلتزم شركات الطيران بنسبة 80% على الأقل من الوقت، فإنها تخاطر بفقدان مقاعدها في المنافسة. كذلك لا يمكن ترك الطائرة في المطار خلال الليل مثلما تترك سيارتك. تحتاج الطائرة أحياناً لأن تكون جاهزة للتخزين والإرسال إلى مكان معين. في بعض الحالات واصلت شركات الطيران رحلاتها واستخدمت طائرات الركاب لشحن البضائع. هذا النوع من التفكير الاستباقي أنقذ الوضع المالي لبعض الشركات. عندما تسمع مصطلح رحلات أشباح فربما تفكر في شيء أكثر رعبا بقليل، كما في أفلام الرعب، وفي الواقع قد تكون محقا. هناك رحلات أشباح حقيقية وموثقة. في عام 1943 اختفت طائرة خرجت في مهمة قتالية بعد غارة على نابولي، عثر على الحطام في ليبيا، لكن ليس قبل 15 عاما ولم يعثر على أي من أفراد الطاقم. في العام التالي عثرت رحلة استكشافية ثانية إلى موقع الحطام على ماء عذب بما يكفي للشرب، وقهوة لا تزال محتفظة بنكهتها، وأجهزة راديو وبنادق آلية في حالة جيدة، وذهل الجميع بشدة. إنه لغز رحلة أشباح. لكن بالنسبة لمعظم مضيفات الطيران فإن تجاربهن اليومية على متن الطائرات الخالية ليست مخيفة أو ممتعة مثل ركمجة الممر التي تحدثنا عنها. إنهن مشغولات للغاية. تهبط الطائرة العادية ويغادر ركاب تاركين وراءهم فوضى عارمة. لا يلتزم الجميع بالترتيب مثلك ومثلي. في هذه المرحلة يتسابق عمال النظافة على الطائرة وينظفون الأرضيات ويجمعون القمامة ويمسحون جميع الأسطح حتى يتمتع الركاب التابعون بمكان نظيف ومثالي. يجب أن يعمل عمال النظافة بسرعة إذ أن وقتهم محدود. يجب أن تكون الطائرة جاهزة للإقلاع مرة أخرى خلال أقل من 80 دقيقة، وأحيانا أقل بكثير، وذلك وفقا لنوع الطائرة. يطلق على هذه المرحلة اسم شحن وتفريغ الطائرة.
كلما طالت مدة بقاء الطائرة على المدرج قلت أرباح شركة الطيران. تريد الشركات أن يكون وقت شحن وتفريغ الطائرة قصيراً قدر الإمكان، ففي النهاية الوقت هو المال. أثناء تنظيف الطائرة يعيد المضيفون الأرضيون تزويد الطائرة بالوقود. يتطلب الأمر عدة آلاف من الجالونات وفقاً لحجم الطائرة ووزنها وطول رحلة الأساسية. دون انتظار انتهاء طاقم التنظيف من عملهم، يدخل طاقم تقديم الطعام إلى الطائرة. يتعين على الجميع العمل في وقت واحد، إذ تخزن الوجبات في مطبخ الطائرة. يجب أن تتطابق الوجبات المخصصة مع عدد الركاب على الأقل في الرحلة القريبة. أي إصلاحات بسيطة مثل إصلاح مقعد ممزق يجب أن تؤجل حتى تتوقف الطائرة لمدة أطول. مع استمرار تنظيم الفوضى، يفرغ موظف المطار الأمتعة أثناء وصول الأمتعة الجديدة. قد يكون نقل الأمتعة إلى سير نقل الحقائب من مهم مناولات الشحنات الأكثر تعقيداً. لا توجد مساحة كافية، وأحياناً يتعين على الموظف الانحناء لإنجاز هذه المهمة. يتطلب الأمر الكثير من القوة والمهارة بينما يمر الوقت. ينهمك المضيفات والمضيفون في العمل. يتعين عليهم التأكد من أن طاقم تقديم الطعام قد وضع الوجبات والمشروبات المخصصة للرحلة التالية في أماكنها المناسبة. يتحققون من وجود كل شيء ويستعدون لاستقبال المسافرين القادمين. يمرنون عضلات وجوههم، وسرعان ما يضعون تلك الابتسامة التي لا تفارق وجوههم، ويستمرون في إلقاء التحية طوال الوقت. رغم تعاملهم الودود طوال الوقت، يتعين عليهم التعامل مع جميع أنواع السلوكيات والتي قد تختبر صبر حتى أكثرهم تماسكا وثباتا. وفقا لقائمة تتضمن 17 سلوكا جرى رصده على مر السنوات، سيقدم المضيفون الجويون التوصيات التالية للمسافرين. تحيي المضيفات كل راكب عند باب الصعود. قد تلقي التحية أكثر من 200 مرة على التوالي في بعض الرحلات. هل رددت التحية من فضلك؟ يسعدهن تقديم المساعدة، ويطلبن من الركاب ضغط الجرس عند الضرورة فقط. تجمع المضيفات المهملات في أوقات محددة، وترتدين القفازات، وتفضلن عدم الاستعجال جيئة وذهابا. ينزعج معظم الأشخاص عندما يخلع الركاب أحذيتهم. يرجى التأكد من حمل زوج نظيف من الجوارب. إذا كنت جالسا في الصف المجاور لمخرج الطوارئ، فيرجى عدم وضع أي أمتعة أسفل المقعد أمامك، لأنها قد تقطع الطريق إذا احتاجت المضيفات مثلا إلى استخدام مزلقات الإخلاء المطاطية على نحو طارئ. يعرف الجميع قاعدة إغلاق الهاتف المحمول، لكن لا يعرف كلهم السبب في ذلك. لنفترض أن جميع الركاب شغلوا هواتفهم. في هذه الحالة قد يحدث تشويش على نظام الملاحة في الطائرة بسبب المجالات الكهرومغناطيسية عالية التردد الصادرة عن الهواتف المحمولة، مما قد يتسبب في مؤشرات غير صحيحة. هناك فرصة لأن يتخذ الطيار قرارا خطأ بشأن الهبوط، لا سيما إن كان الطقس سيئا. يوصي أفراد الطاقم بتثبيت حزام الأمان طوال الرحلة حتى عند عدم إضاءة إشارة ربط الحزام، فقد تهتز الطائرة بشدة على نحو مفاجئ بسبب المطبات الهوائية، وقد تنخفض الطائرة بمقدار 270 مترا. يمكنك إرخاء حزامك لتشعر بالراحة، وهكذا ستكون المضيفات سعيدات لأنك في أمان. الطائرة مكان مغلق، لذا قد يدخل بعض المسافرين لا شعوريا، في خلاف غريزي للبروز بين الحشد. يرجى التذكر أن هذا الوضع مؤقت، وأنه يجب التعامل مع الآخرين باحترام، والحفاظ على استقامة مقعدك أثناء تقديم الطعام أو عندما يصل الراكب الذي يجلس خلفك إلى مقعده. قد يرتدي المسافرون سماعاتهم بينما يتحدثون مع مضيفة الطيران. قد تسأل المضيفة الراكب عما إذا كان يريد بعض المرطبات، فتجده يحدق بنظرة خاوية دون رد. هل نزعت سماعاتك قبل التحدث مع المضيفة؟ التالي يحدث دائما عندما تشيك الطائرة على الإقلاع. راكب مستعجل يقرر الذهاب إلى المرحاض. يتعلق الأمر باختيار التوقيت الجيد، إذ يفضل ألا يكون ذلك بينما تندفع الطائرة على المدرج بسرعتها القصوى. يرجى الانتظار حتى تنتهي مرحلة الإقلاع، لأن المشوار قد يكون خطيرا. مع أن وظيفتهم مرهقة، من حسن حظنا أن المضيفات والمضيفين يتحلون بالصبر واللطف والود. يواصل طاقم الطائرة العمل بغض النظر عن مدى شعور أفراده بالتعب. قد تكون الرحلات الدولية تحديدا طويلة ومرهقة للغاية. إذن من الذي سيعتب عليهم إذا وجدوا أنفسهم في رحلة أشباح وقرروا ركماجة في الممر مع القليل من التسلية الممتعة؟ وأنت، ما المخالفات التي قد ترتكبها إذا وجدت نفسك في رحلة خالية من الركاب؟